مشاهدي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. لا زالت الوفود التي ستشارك في بطوله خليج 23 تصل الى البلاد تباعا، حيث حل منتخب اليمن والبحرين بارض الوطن اليوم. تفاصيل اكثر في سياق تقرير الزميل وائل الحويدر. استقبلت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج لكرة القدم اليوم المنتخب اليمني والمنتخب البحريني لكرة القدم المشاركين في البطولة، وهم بكامل جهوزيتهم للمشاركة في خليج 23. وإحنا الآن بين أهلنا وأخونا في الكويت، ونشكركم على الاستقبال والحفاوس للاستقبال هذه. شاهد إحنا لنا شهر أو أكثر من شهر مع المشاكل مش جاهزين، لكن لعبنا قبل 3 أيام مع عمان وانهزمنا 1-0. كل واحد يتمنى الفوز، وزي ما قال الأخوان في الكويت إنه كل الناس فائزين، هو فائز واحد، لكن يكفي المشاركة، ومشاركة لنا فخرنا نشارك مع أخواننا في الخليج. كان في تدريب يعني معسكر أسبوعين، تدريب صباحي ومسائي، ولعبنا صارت لنا فرصة نلعب ضد منتخب الكويت أول أمس، كانت مباراة طيبة استفاد منها الفريقين. طبعا كأس الخليج، دورة كأس الخليج في الكويت دائما لها طعم خاص جماهيريا ويعني اسلوب فني، والفرق تتحمس اكثر. فطبعا طموحين، احنا منتخبنا شاب والحمد لله، بس في تصاعد، انتهينا من التأهل الى نهائيات كأس آسيا، والان يعني التركيز على هذه البطولة ان شاء الله، ونقدم الافضل ان شاء الله. المنتخب اليمني والمنتخب البحريني لكرة القدم أتموا استعداداتهم النهائية للمشاركة في البطولة بالمباريات الودية أثناء فترة المعسكر قبل الوصول إلى الكويت. الفرق 8 كلها مشاركة بالبطولة، وهذا يعتبر فوز حق الكويت كلها، إن الفرق كلها مشاركة، والله يقدرنا إن شاء الله على خدمتهم، لأن بصراحة يعني مهما نسوي لهم ما نوفي الدين اللي علينا، هذول اهلنا واهل الدار، والله يوفقنا وياهم ان شاء الله. ومثل ما قلت لك، البطل واحد لكن الفوز تواجد الفرق كلها ومشاركتهم في خليج 23. وسط اجواء مليئه بالمحبه بين الاشقاء والمنتخبات المشاركه في كاس الخليج، جميعهم يطمحون بالمنافسه على البطوله. والحويدر، تلفزيون دوله الكويت.